هذا وقد خصص يوم المرأة البحرينية هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي، حيث تشكلت ملامح مشاركتها الأولى ضمن أول انتخابات بلدية شهدتها البحرين في منتصف العشرينات من القرن الماضي. أثبتت المرأة البحرينية بأنها على العهد بها، مكونا أصيلا في بناء حاضر وطنها وخير مساهم ومبادر في السعي نحو رفعته، وحققت نجاحات كبيرة في مختلف المجالات، ولم يكن ذلك ليتأتى لولا إرادة سياسية رحبة وقناعة مجتمعية واعية. المجال التشريعي والعمل البلدي أحد المجالات التي أثبتت فيه المرأة قدرتها على العطاء، لذا جاء الاحتفاء بالمرأة البحرينية هذا العام في هذا المجال احتفاء حققت المرأة بالتزامن معه نتائج باهرة كمرشحة وناخبة في الانتخابات النيابية والبلدية، حيث تمكنت 6 نساء من الوصول إلى قبة البرلمان، فيما فازت 4 أخريات بعضوية المجالس البلدية. وقد حققت المرأة البحرينية إنجازات كبيرة من خلال حضورها الفاعل في المجالس التشريعية والبلدية، وقدرتها على رفع مساهمتها في الشأن العام ودخول مجال العمل السياسي، حيث تشكلت ملامح مشاركتها في هذا المجال ضمن أول انتخابات بلدية شهدتها البحرين في منتصف العشرينيات من القرن الماضي، ومنذ ما يقارب 20 عاما على دخول مجلس الشورى المعين، كما تمكنت من الوصول إلى المجالس التشريعية والبلدية المنتخبة قبل 15 عاما، وصولا إلى العام 2001 الذي يعتبر الانطلاقة الأساسية لحصول المرأة البحرينية على كامل حقوقها في المشاركة السياسية من خلال ما نص عليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين. يعد الاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجال التشريعي والبلدي مناسبة لإلقاء الضوء على نضج الوعي السياسي للمجتمع البحريني، الذي منح ثقته التامة في قدرة المرأة البحرينية على أن تمارس دورها كمواطن كامل الأهلية دون انتقاص لأي من حقوقها.